عايش بجزيرة في وسط المية من حب الصيف من واحنا أطفال، هي دي البداية. طه إبراهيم درويش، جمهورية مصر العربية. حبيت أشارككم معايا الفلوج الجديد ده، طبعا من بالليل بجهز بختار البابورات الهاند ميد الصح، البابورات العادية تمام، بغير الرنجات اللي مصدي، طالع ان شاء الله بكرة هاي بوزة، طالع بكرة ان شاء الله وهنشوف مع بعض. مساء الفل للناس الكل، النهاردة طالعين كده تمسية، حبيت ان انا اصور معاكم فلوج جديد، طبعا عصابات كالعادة وحارق بقى وكده، وتعالوا نشوف ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيكرمنا بايه. طبعا الهواء جاي من البحر، جاي من على شمالي، دي تاني رمية اهي، نشوف. طبعا البوبر ده 25 جرام من غير الهوكات، يعني لازم نجرب، نحاول نرمي قدامنا عشان يكون التحكم اكتر. في حاجة ماشية ورا البوبر يعني. طبعا الخيط اللي راكب ده او البريد اللي انا حطه الجصن، واحد من افضل الخيوط اللي انا بحب ان انا اصطاد بيها صراحة، قوة تحمل مش بيفتل، شركة يابانية تعمل خيوط، هو في هوا زي ما انت شايف، مش عارف اذا كان موضح، موج موج عدو البوبر، كل ما كانت المية فلات كل ما كانت المية فلات ده بيخلي الاكشن بتاع البوبر يبان اكتر. غير الاكشن شوية، حاول نغير الاكشن، حاول شوف الهواء. بس طبعا انا حاطط كواتم او عازل للصوت في المايك، ممكن ما تحسش، لكن العوازل دي لو ما كانتش موجودة في هوا. تلم كده فاهم، تبتدي تلم وتشد، تلم وتشد، تلم وتشد، ده البوبر. بص، تلم وتشد، تلم وتسحب، تلم ثلاث اربع لمات وتسحب، تلم ثلاث اربع لمات وتسحب، ده البوبر. اكشن من الاكشن اللي انت ممكن تشتغل، تلم بس لازم يكون معاك قصبة ستيف او قصبة تكون ناشفة. بص تلم، لان لو مش قصبتك ناشفة هيطير في الهواء البوبر، مش هيضرب زي ما كده شغال. بص اهو، تلم وتبص اهو، انا مش عايز اشتغل جيجنج الوقت، عايز ان شاء الله نضرب حاجة محترمة على البوبر.
اوب 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 اوبا ضربت على الجيج تحت. ايه ما تقطعيش، اوعى تخشي في الصخر. شيت، دخلت في الصخر راحت راحت. المرة دي بقى خلاص مش هفلت. اوبا مش هفلتك بقى، بس صغيرة. اوبا مش هفلتك، اوش صغيرة. اوه اي 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 حرب حرب حرب. حرب. اوبا وقعت. اتخطف. راحت. يا رب يا رب. ايوه ايوه يا ابو طه، ما شاء الله ما شاء الله. القصبة شورجان، الماكينة فانتوم دايوة. اوه ما تروحيش، حياتي المنتب بسرعه. المنتب بسرعه. يلا رمينا الصغيره عشان امها تيجي. ايوه حاول نقرب. اسحبي شوية.
افتحي افتحي تحت بس كده. اقعدي بقى شئت. شئت 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 اوبا آه.